السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ إن شاء الله بخير، وياكم علي العراقي. وأخيرا لعبة شادوغان ليجند رسميا على سوق بلاي وزائدا على الأبل ستور، أكيد نزلت على النظامين بالنسخة الرسمية، يعني بعد ماكو انتظار ماكو بيتا ماكو هاي. راح أحكيكم على البداية مال اللعبة شوية. بالبداية طبعا اللي كان عنده حساب سابقا يلعبها البيتا راح حسابه راح يعيد اللعبة من الأول. هذا اللي صار وياي، كنت أني ليفل تقريبا لو 12 لو 17 يعني، او لا العفو 22، كنت بال 20 اتذكر، وصلت 17 بعدين وصلت العشرينات، هم الليفل 20 وصلت، كان عندي درع الساموراي فراح اللغة يعني خلاص. ها هي البيتا يعني انغلقت انتهت، فمن تحملها من جديد راح يطلب منك مثلا تربطها على الفيسبوك او على الجوجل او على الفيسبوك، او يقول لك تريد تاكدها بايميل، هم يعني ما اعرف شنو فائدة الايميل، كتبته وما حصلت شيء يعني. هذا اسمي علي إيراك يو تي، علي إيراك يوتيوب. طبعا الاعدادات مال اللعبه بها الجرافيك من الجنرال، هنا الجرافيك تقدر تسوي العادي. اوكي راح نشوف الجرافيك العادي شلون، ما بي خيال، ما بي خيال اللاعب ما يظهر، جرافيك عادي مال الاجهزه الخفيفه. هذا الجرافيك مال الاجهزه الخفيفه، الخيال عباره عن يعني نقطة جوا اللاعب هيجي، مجرد يعني خيال بسيط. فتقدر تعلي الجرافيك اذا جهازه قوي خليه على الاعلى شيء، مثلا هنا الاوتو الجرافيك اللو، عندك الميديوم، عندك الهاي للاجهزة المتوسطة، والالترا هاي اللي هو الاقوى شيء. الهاي او الالترا، الهاي او الالترا نفس الشيء، يطلع خيال اللاعب كامل ويكون يعني الرسومات مال الجسم زائدا الجسد راح تكون احلى، راح تكون اوضح مجسمة تصير. اللعبة معروفة رهيبة، منزل عليها سابقا هواي فيديوهات من كانت البيتا. البداية مال اللعبة راح تبدي كالاتي، راح تصمم شخصية، راح تنعاد الشخصية تعيدها من الاول كأنه يعني تحملها من جديد. هاي بالنسبة لهذول اهل البيتا، اللي كان ما لعب البيتا عادي حيحملها عادي ويسوي شخصية وهاي، بس انا حسابي راح مال البيتا. اذا عندكم فكرة شلون يرجع الحساب مال البيتا نفسه، اقدر يعني ارجع بهاي اللعبة الرسمية، انا اقدر ارجع حسابي البيتا مال البيتا حسابي الرسمي. صار بي تقريبا 20 دولار وجبت بي درع الساموراي بوقتها يعني، فحرامات الصراحة من عندي الدرع. نرجع البداية، المهمة الأولى مالتها راح تكون عبارة عن مثل التدريب، راح تنزل مثلا هو بكوكب، هي كلها بالفضاء، بالفضاء هاي اللعبة مستقبل وهاي، راح تلعب مهمة، راح تقاتل وحوش، راح تقاتل بعدين راح توصل الرجل الآلي هم هنا، راح تقتله بالقناص، تفجي براميل بالقناص تضربه بالرشاشة. البداية مالتها رهيبة. وبهاي اللعبة طبعا احلى شيء المهمات مال اللعبة رهيبة، الرسومات الجرافيك رهيب باللعبة. راح اشرح شغلات بسيطة بعدين اخذ لي جيم واحد اونلاين ليفل 3 يفتح الاونلاين. طبعا هنا هذا الاونلاين، هذا المهرج كان ماكو، مو موجود هنا بوقته، والمحلات كلها مفتحة. قبل اول ما نزلت البيتا كانت كلها معزلين يعني، دول ما حد مفتح، كلها مقفلة، هسه كلها مفتحة البوب مالتها. حتى هاي ما طبيت اللي هنا مال كاش، هاي شنو هاي اول مرة اشوفك، يمكن من وصلت ليفل 4 انفتح عندي. اوكي خلينا نشوف شنو هذا المكان، مطعم للصراحة. بالليفل 4 انفتح عندي، شيء يد اللعبة من الأول، طبعا مهماته شوية. اوكي خلينا نشوف شكله، المهمات شوية مملة باللعبة، طبعا هنا يلعبون أقمار وهاي السوالف، روليت خلينا نسوي، لا ما أريد هذا دا يلعب، يمكن واحد دا يلعب هناك، خلينا نشوف هاي الخانة الفارغة. اوكي سلوت ماشين، اوكي يقول لك بمية، يلا خلينا نشوف راح نربح شي لو لا، لازم تظل تجرب بمية، هاي بمية الاخ، يلا لازم ثلاثة اخر مرة، ماكو لازم ثلاث قطع يعطيك 40,000، هاي هنا الجائزة اللي فوق مرسومة، فمارد ها هي رجوع باك، مجرد اقمار هنا هم يناكو، يمكن هنا هم ينا بيش هنا اللاكي روليت، اوه ب200 ذهب، الذهب لازم تشتري باك. ها جديدة جديدة مال الأقمار، هنا الأكل، عندك جوائز، يعطيك مهمات، يعطيك جوائز، بكل مكان راح تلقي جوائز ومهمات. شوية الأونلاين مالتها ممل، بالبيت أنا جربت المهمات حلوة، الجرافيك حلو، بس الأونلاين ممل باللعبة هواي وقت، أكثرية اللي بيلعبون بالشات جان. الأساسيات، أول شي ندخل على هاي، هنا عندك الأسلحة، كل ما يصعد الليفل عندك راح يعطيك أسلحة أقوى، الدمج مالتن رهيب. طبعا هنا
الشتجان. هنا تقدر تحدد الرشاشات، مثلا هنا الرشاشة 200 الدمج مالته، هنا 34 28، فناخذ هاي مال 200 نشتريها ب 600. اوكي. وتقدر تبيع همين اسلحتك. ابو الدروع همين ايضا، ابو الدروع تقدر مثلا تشتري دروع كل ما يرتفع عندك الليفل. اكو عروض خاصة تشتريها بالذهب، مثلا يعطيك هذا الدرع كامل مجسم، ما ادري شلون صاير. هذا كلهم يعطيك مهمات كل ما تلعب، اول هو اول ما تلعب اللعبة راح يعلمك. البداية شايفيها اكيد هنا البايتون تقدر تشتري من عنده بيروس، ايش هو بيروس؟ البزونة، بلاك كات، هنا بلاك كات، تحياتي البلاك كات. والحركات تقدر تشتري حركات، الاقنعة وهاي بالذهب قلت لكم لازم ذهب عندك. عندك هاي العلامة بالنص، بعدين من يصير ليفل 2 لو 3 يعطيك هاي العلامة الثالث وحدة تدوسها، يعطيك مثلا دائرة صغيرة اللي هي هاي مرسومة صفر، تفعل اول وحدة يعطيك اياها، يعطيك هاي مثلا تختار مكان هاي البكتة، اعطاني ثاني وحدة القنبلة، فعلا تبقى هاي القنبلة اختارها، اقول له هنا خليها. حيقول لي اختار مكان، حقول له هنا، اقول له القنبلة خلي لي هنا، القنبلة يدوية. هول اوف فيم اللي هو مثلا يعني مال مشاهير، قاعة المشاهير مثل ما نسميها. النقاط مال الاونلاين يمكن هنا اتصور، هاي الشاشة مثلا انت ايش لعبت؟ أول جيم لعبته اونلاين جربت ويا واحد، لا هذول الأبطال. الشاشة كانت هنا أتذكر، هي يم هذا، هاي الشاشة مال الاونلاين. بعدها يمكن ما مفتوحة ما أدري، هاي ما أعرف دخلت هواي شاشات باللعبة. هياتي هاي يمكن. ما أعرف هذول أول اللاعبين، أول ما أدري شنو. ما اعرف كانت اكو شاشة قبل تطلع بيها مثلا ايش لعبت ويا من والخسار والفوز. المهم ندخل على السلاح، هنا المهمات بالكرة الارضية اللي فوق، هاي المهمات بالبيت، اخر شي شغلة والقمر اللي هو هذا الكوكب مدري شنو هذا، واخر شي النار الشمس عبالك. الكرة الارضية بالمهمات، عندك السلاح خل اشوف هذا اشتريته اللي هي هاي اكوام، وعندي همينة درع مال رجل همينة حلو، وهذا اللون طوني هدية اقدر مثلا اغير لون السلاح او لون القناص او المسدس او الخوذة او الدرع، تقدر تغير هواي شغلات. بعد ما عندي لا خوذة ولا هذا اللون، يعني بوقت جمعت هواي الوان بالبيت. فننهي المقطع ويا جيم. عندك هنا المشن اللي هي المهمات، مثلا يعطيك هم من المهمات او جوائز، هذا اسمه ترو، نختار هذا الاول خيار الور جيمز. الور جيمز اللي هو بالاونلاين بالليفل 3 يفتح لك الديول، الديول اللي هي واحد ضد واحد. بالليفل 4 يفتح لك هذا الاسوسنسي ما ادري شنو، هذا الاربعة ويا اربعة، خلينا نلعب هاي الاربعة ويا اربعة. انا راح العب واحد ضد واحد، بس من صرت ليفل 4 فتح لي سوالي اربعة ضد اربعة، يعني 8 لاعبين. حلو، دخلوا. للاسف بالديول اللي هي واحد ضد واحد تلعب ضد ليفل عالي يطلع لك، يعني انا قبل شوي لعبت ويا ليفل 10 دمرني. خلينا نشوف ذولا حيدخلون، بقوا اثنين راحوا انسحبوا، شكلهم حينسحبون. راح العب ضد واحد. جوين. اوكي هنا تقدر تحشيها تقول له هلو مثلا. ما اعرف ايش قد ليفل هذا، شكرا. ايش قد ليفل هذا ما ادري، انا الشات هسه شت قال له رشاشه، المفروض رشاشه هاي. عندي القنبله والبي كي البكتة، بس البكتة بعد ما مشتغلة. هناك صندوق اتذكر كان بالبيت يخلون هنا صندوق مثلا يطلع بي طلقات مال، هي تخلوه هنا بذكر الصندوق افتح يخلون بي طلقات مال قناص، او اذا عندك البازوكا يعطيك بازوكا، صار عندي القناص بطلقات. حلو. الالوان مال الاسلحة قبل كانت ازرق اتذكر، هسه سووها على اخضر. شكلي شايل شتقن اني والله. بالاونلاين يلعبون كلها شتجن نوب، كلهم نوب. هاي تصعد عليها تقمسك شمرة نيو. عمو ها داخل، والله ما يصير. ليفل 10 هو همين اتصور شار الرشاشة، ما اعرف راسن كتني هذا، تفاجئت من شفته وبعدين دار جاو استلمني. يعني انا دخلت عليه خاطل، لك انت خاطل هنا دموت، ما يصير. ليفل 10 اعلى من عندي، اقوى من عندي بالطلقات وبالدمج مالته يعني والدرع مالته. مفروض يساووها يخليني العب ويا ليفل مثلا 2 لو 3 على قدي، يعني مو ليفل 10 قبل. هاك خسرت.
بس 5-0 هاي عادي، الليفل قليل، الدرع مالتي، الدمج مالتي ما اقدر اوشع الرشاشة، يمكن دمج مالتها 300-500، فطلقتين تموت، راسك كتني راسك كتني، ما شمرت القنبلة وشمرت البكتة قدامي بس ما فاد. اوكي هنا نقول اقلب، لا مبروك ولا هاي، منو طلع الوجه الحزين؟ مو انا طلعته يا اخي، هو ليفل 10 يا شو اسوي له. اوكي يطلع لك سهم بالنص يقول لك روح امشي، شكرا اعطاني هديه، هذا يعطيك هالقطعه الزرقاء تروح على هذا اللاعب يعطيك فيه هديه، شكرا. هنا الهديه حتى ننهي المقطع. طبعا البدايه كان شرح للمبتدئين فقط، اللي ما يعرف اللعبه، اللي ما يعرف الجرافيك، اللي ما يعرف شو يسوي باللعبه. انا شويه مجربها، اعطاني هديه بهاي القاروره الزرقاء ما ادري شنو هاي. اوكي تروح على السلاح مرت الاخرى، راح يطلع لك الدرع الجديد، لا الايد قفازات طن. وهنا يحطون صوركم مرات بالبدايه، اول ما تدخلون يطلع اسمك وصورتك بالبدايه، طبعا هنا يجي يكتب لك ويلكم دخل اللاعب، يخلي صورتك هناك، جاء قبل يخلي صوري يا يابا. فاذا شباب الى هنا نهايه الحلقه، اتمنى عجبكم هذا الفيديو بسيط، شرح بسيط عن لعبه شاد قال لجن، فيديو سريع للمبتدئين زادا، يعني نقول اللعبه نزلت رسميا وفيديو سريع كان. اذا شباب الى هنا نهايه الحلقه، وهنا طبعا جان طلب صداقي يبكي او دردشه بالعربي، واو دردشه بالعربي هواي يحجون، هاي مال الفيسبوك طبعا اكثريته مع الفيسبوك، يطلعون هذول كلهم على الفيسبوك، فيسبوك اقدر اضيفهم كلهم احكي وياهم، اقدر اسوي اد فريند وهواي هواي شغلات هنا، لو كميه تقدر تسوي للايف. اذا شباب نشوفكم في فيديوهات اخرى لحد ما نتطور بهاي اللعبة شوية، يصير الليفل 10-20. وكان معكم علي العراقي، والسلام عليكم.